بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لرساله معلمنا بولس الرسول الثانيه لاهل كورنثوس اصحاح 5. افكركم تاني بالاصحاح اللي فات، معلمنا بولس كان بيقول مبدا مهم، بيقول ان لنا هذا الكنز في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. بعد يشرح لنا يعني ايه احنا شايلين كنز في اواني خزفية. قلنا الكنز ده اما روح الله، اما كلام الله، اما سكن المسيح فينا بالروح القدس، اما مسؤولية الخدمة والشغل مع ربنا، كنز جوانا. واواني خزفية يعني اجساد ضعيفة وبشر في ضعف ومشاكل واحباطات. وعاد يشرح ويستفيد ازاي بيبقى فيه وقت بنبقى مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. وقال كأننا شايلين موت المسيح فينا عشان يبان حياة المسيح فينا. وفي آخر الإصحاح ده قال لذلك لا نفشل، بدال المسيح فينا يبقى لا نفشل مع كل الضعف والحيرة والاضطهاد والغلبة كله، إنما لا نفشل. وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم. وقال إحنا عايشين بالإيمان غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى. الأمور التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدي. ولما أتكلم عن التي لا ترى وعن الإنسان الخارج اللي بيفنى والداخل اللي بيتجدد، دخل بقى معانا في التفكير في السماويات والشوق للحياة الأبدية والمصير الأبدي اللي مستنينا. وبدأ يعزف سيمفونية حب للأبدية كده في إصحاح 5. فقال لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. وقلنا انه شبه الجسد ده بالخيمة اللي لازم هتتفك وتتشال، انما مقابل كده في بيت في السماء مش خيمة، معمول بايد ربنا، بيت ابدي يستمر الى الابد. فاننا في هذه الخيمة ايضا نئن مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. احنا وقفنا عند هنا المرة اللي فاتت. معنى كده ان الانسان الروحاني عنده انين مصحوب بشوق، نئن مشتاقين في انين من ثقل الجسد، يعني من الضيقات من الاحباطات من الامراض من المتاعب من المخاوف من حتى الخطايا، في نوع من الانين الوجع، لكن مصحوب دايما برجاء النصرة برجاء الحياة الأبدية. فدايما اللي بيهون علينا هذا الأنين اشتياقنا إلى حياة أبدية بدون ألم بدون خطية بدون حزن بدون جسد ضعيف زي اللي احنا فيه، إنما جسد ممجد مفهوش الحاجات. فبيقول ونحن في الجسد في الخيمة نئن مشتاقين أن نلبس فوقها فوق الخيمة دي مسكننا الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عراء. يعني إيه؟ قال يعني إحنا مش عايزين نخلع الجسد ونفضل كده بدون أجساد. إحنا عندنا اشتياق أن عوض هذا الجسد الضعيف اللي فسد بالخطية واللي نتج عنها أمراض وضعفات وفناء، عاوزين نلبس جسد آخر فتبقى نفوسنا مش عريانة ولكن جسد ممجد لا يعرف الضعف ولا الخطية ولا الحزن. كلمة عراة دي كلمة تفكرنا ان آدم لما اخطأ تعرى او حس بالعرى. الاباء قالوا انه لما تعرى هنا معناه انه كان لابس ثوب غير منظور اسمه ثوب النعمة، ثوب البر، ثوب القداسة. ولما
أخطأ باختياره، التوب ده اتمزع اتكسر وقع، فحس بعوره وأصبح بيحاول يعالج هذا العور، فجاب شوية ورق تين يستر نفسه. ربنا قال له ما ينفعش كده، جاب له ذبيحة حيوانية وكفر وكفر وغطى على جسده العريان بدم الحيوانات أو بجلد الحيوانات إشارة إلى كفارة المسيح له المجد. ففكرة العري فكرة جت من أول صفحات الإنجيل، إن الإنسان لما بيغلط بيحس إنه عريان، فعنده اشتياق دائم إنه يلبس ثوب النعمة مرة تانية. كل واحد فينا غلطان بيستخبى، بيستخبى من ضميره، بيستخبى من الناس، بيستخبى حتى من ربنا، زي ما آدم ربنا قال له آدم أين أنت؟ طبعا ربنا عارف، قال له أصلي سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له مين قال لك أنك عريان؟ مين كشف لك الحتة دي؟ أنت لازم كلتم الشكر. فهنا بيقول إن كنا لابسين لا نوجد عراه، يعني إيه؟ يعني مش هنتكسي صح ومش هيصدر هذا العري إلا لما نلبس التوب السماوي. سنظل في رحلة أنين وشوق إلى اللبس السماوي اللي يدينا استقرار حقيقي ويدينا إحساس بالأمان الدائم، بيبقى لبسنا السماوي صحيح. إحنا لبسنا الأرضي، لكن الأرضي ده لأن لسه الخطية فيه زي ورق التين. إنما لازم نلبس المسيح الممجد، أنتم الذين اعتمدتم لبستم المسيح فنتستر. فكأن معلمنا بولس بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إحنا دلوقتي عايشين في الخيمة دي بس مش مرتاحين، مش مستقرين، وبصراحة زي العريانين. تعرفين اللي عايش في خيمة أي شوية هوا يحس بيهم وأي شوية حر يحس بيهم، كأنه عريان غير اللي ساكن في بيت. فهل إحنا عندنا أنين واشتياق نروح السماء نقعد في بيت محترم غير مصنوع بيد أبدي عشان نبقى لابسين مش عريانين؟ فإن كنا لابسين لا نوجد بعد عراء. القصة دي تبتدي من هنا على الأرض، يعني مش بس هنخلع هذا الجسد ونلبس الجسد الممجد، إنما نبتدي ندوق هذا التوب السماوي، نبتدي ندوق عربون منه، عينة منه من وإحنا على الأرض. ده اللي هيشرحه دلوقتي. فيقول إيه؟ فإننا نحن الذين في الخيمة تاني نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. نئن مثقلين، المرة اللي فاتت كانت نئن إيه؟ مشتاقين. كده كده جوه الخيمة في أنين، طبيعي الحياة الأرضية فيها وجع بأشكال مختلفة وفيها ثقل، إنما معها اشتياق الحياة أفضل، حياة أبدية، فرح سماوي. فبيقول في هذه الخيمة نئن مثقلين ولسنا نريد أن نخلعها. يعني إيه؟ مش أنت بتقول مش عجبك الخيمة؟ كأنه بيعبر عن الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي بصراحة مش عاوز يموت، إنما مش راجع عن الحياة الأرضية. تلاحظوا كده؟ يعني لو كلمت أي حد يقول لك لا بلاش حكاية الموت دي، إنما في نفس الوقت طب أنت راضي؟ يقول لك لا مش راضي، أنا مش مرتاح في الدنيا دي ولا مرتاح في هذا الجسد، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ طب أمال لما نقول لك تخلعه بتقول لا ليه؟ بيقول أصلا أنا نفسي أخلعه وألبس فوق منه على طول لحسن إيه ما يبقاش في حاجة في النص. فبيقول لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. بمعنى إيه؟ من وإحنا على الأرض ربنا هيبتدي يلبسنا توب النعمة ويغطي التوب الضعف اللي فينا ده، عشان ساعة ما نخلعه نبقى متشحين بالنعمة فمنحسش بالعرش لغاية ما نلمس الجسد الممجد على باب الملكوت. ولا تاني عشان تبقى يقول لسنا نريد أن نخلعه. طب ده انت لسه بتقول نئن مثقلين مشتاقين، يعني عاوز تقلعها الخيمة دي. يقول صدقني فيه عاوز اخلعها ومش عاوز اخلعها، ماسك في الدنيا كأنه غريزة حب البقاء في الدنيا، انما كمان انا عارف انه الخيمة دي ما تستاهلش الواحد يمسك فيها
ولا يتشبث بها، كلها وجع، كلها غلب، كلها مرض، فيها خطية. إنما الأحلى والأحلى إن أنا أخلعها والبس فوق منها على طول، لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. يبتلع المائت من الحياة معنى كده إيه؟ إن الواحد جواه صراع بين طبيعته كإنسان بتشده للحياة، وبين الروحانية اللي فيه، بين روح الله اللي بيشده للحياة الأبدية. هو كإنسان طبيعي عاوز يعيش في الدنيا على طول، مع أنه مقتنع تماما أنها متعبة وأنها مرة وأن هذه الخيمة ما تستاهلش واحد يمسك فيها. لكن بسبب ضعف الإيمان هو مش شايف غير الخيمة، هو لو شاف البيت هيسيب الخيمة جاري ويروح على البيت. فكلما الإيمان زاد، كلما حقيقة البيت السماوي بانت، كلما اشتياقه إلى البدل ده بقى مالي قلبه. فبيقول لسنا نريد أن نخلعها ولكن أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. يعني هذا الجسد الميت يبتلع من الحياة الأبدية. طبعا الإشارات دي تؤكد أنه بيتكلم عن حياة أبدية فيها جسد، ولكن جسد ممجد، مش مجرد حياة أبدية بلا جسد. لا، ده كل الإشارات دي معناها أن الإنسان سيتمجد أيضا جسديا، فيبتلع المائت من الحياة. يعني الجسد التعبان ده يلبس عدم فساد، ده اللي شرحه في كورنثوس الأولى 15 لو تذكره بالتفصيل، لما قعد يشبه لنا البذرة والشجر. قال لما بتزرع بتحط بذرة في الأرض هي ذاتها بتبقى شجرة ضخمة جدا، إنما البذرة لازم تموت عشان تطلع شجرة كبيرة، لكن الشجرة امتداد للبذرة. فالجسد الممجد هو ذاته امتداد للجسد اللي انت لابسه ده، لكن الجسد اللي احنا لابسينه خيمة تعبانة مش نفع، مش عجبانة، عاوزين تتحول هي ذاتها الى جسد ممجد. عاوزين حين نخلعها نلبس فوقها بالاولى طبيعة جديدة وجسد ممجد. يبقى معلمنا بولس بيعبر عن عدم رضانا عن الحياة على الارض من ناحية ربطة الجسد والخيمة، واشتياقتنا للحياة الأبدية، بيت غير مصنوع بيد بل بيت من الله أبدي، لأن مثقلين، لأن مشتاقين لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. يعني إيه؟ يعني ربنا بحكمته عمل كده، حب تكون البداية جسد ضعيف عشان الإنسان وهو في الجسد الضعيف يشتاق للجسد الممجد. في واحد يقول ليه ربنا سامح بالمرض في الدنيا؟ ليه سامح بالظلم في الدنيا؟ ليه سامح بالضيق؟ ليه سامح بالوحدة؟ ليه سامح بالتجارب؟ ما هو الحاجات دي هي اللي هتخليك ايه؟ مشتاق لحاجة تاني، هي اللي هتخليك مش راضي على الدنيا وتقول مش شايف انها تستاهل نمسك فيها. هنمسك فيها ليه؟ دي خيمة تعبانة جربانة لازم تتشال. إنما لو هذه الحياة مستقرة تماما وفيها شبع في كل شيء، يبقى مش هتفكر في حياة أبدية، مش هتشتاق لحياة سماوية. فالله هو الذي صنعنا لهذا بعينه، سمح بكمية ضعفات وأمراض وضيقات وحتى وجود ظلم وخطية، سمح بكده. صنعنا لهذا بعينه ليه؟ عشان نفضل عينينا على حياة أبدية مش حياة أرضية، فيبتلع المائت من الحياة لكي نئن، ولكن نئن إيه؟ مشتاقين. يبقى ربنا صنعنا لهذا بعين. واحد يقول ربنا صنعنا لهذا الأنين، يجوز طبعا بحكمته، مش لأنه مش بيحبنا، لأنه بيحبنا وعاوزنا نصرخ ونقول من ينقذني من جسد هذا الموت، عاوزنا نشتاق للحياة الأبدية فسامح لنا. ببساطة عارفين لما تلاقي واحد كل حاجة ماشية معاه وسهلة ما بيفكرش في ربنا، ما بيفكرش في السماء، لما الدنيا تضيق عليه هيقول يا رب، وهيقول انت تخلص الدنيا دي. طبيعي. فالذي صنعنا لهذا بعينه هو الله. على رأي واحد من الكتاب الحلوين يقول ايه؟ الناس فاكرة الحياة دي كتاب والموت اخر صفحة في الكتاب.
الحياة دي مقدمة كتاب، أول صفحة في كتاب، والموت هو آخر سطر في المقدمة، إنما كتاب لسه هيبتدي. الحياة الأبدية هي الحياة الحقيقية، هي الحياة اللي احنا مستنينها، إنما هنا ده بس مقدمة الكتاب، مقدمة الحياة، إنما المقدمة دي هي اللي هتحدد شكل الحياة الأبدية بالنسبة لكل واحد. الذي صنعنا لهذا بعينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. يعني إيه؟ ربنا عشان يسند ضعفنا ويثبت إيماننا بالحياة الأبدية ويدوقنا طعم الحياة الأخرى، يدوقنا طعم هذا البيت الغير مصنوع بيد الأبدي، يدوقنا حياة نقية بلا خطية، حط فينا روحه، الروح القدس ده روح الله بالأبدي، زي يسكن في أجساد هزيلة زي كده، أواني خزفية ضعيفة. ربنا حط العربون عشان ندوق حلاوة السماء. شوف انت لما تصلي وتفرح اهو ده عربون من السماء. لما تحب الناس تحس بتعزية، بعيدا عن الأكل والشرب والراحة الجسدية والشهوات، تحس بارتياح، هذه كده ايه؟ عينة من السماء. لما تفرح فرح مقدس بعمل الخير وعمل الرحمة وبالقرب من ربنا وبالتوبة وترك الخطية، الفرحة دي ايه؟ كده قبس من السماء، نور صغير قوي من بهجة الأبدية. مين اللي بيعمل ده كله؟ عربون الروح. اصل الروح القدس اللي فينا ده روح الأبدية، ده روح الله، فيدوقنا، يدوقنا عشان ايه؟ بدون الروح القدس ما نقدرش نحتمل الحياة دي، والاشتياقات روح، والأنين يخنقنا، والثقل العالم يخلص علينا، إنما الروح القدس اللي فينا دايما بيشاور لنا على السماء، يقول لنا هانت هتخلص، كلها أيام تمسكش فيها، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. أعطانا عربون الروح. كلمة عربون يعني إيه؟ واحد لما بيدفع عربون بيملك حاجة، مع إنه لسه ما سددش الثمن وما استلمش الأرض أو العربية أو المبنى. إنما بدل دفع العربون، العربون ده لما ياخد ورقة بيه يحس إنه إيه؟ ملك، مع إنه لسه ما ملكش. فالروح القدس عربون الميراث. الروح القدس اللي فينا بيقول لنا أنتوا ليكم مكان في السماء، أسماءكم مكتوبة في السماوات. روح الله اللي فينا اللي بيخلينا نقول أبانا الذي في السماوات، بيفكرنا أننا ورثة وارثون مع المسيح، فبيسميه عربون الروح. يبقى الروح القدس اللي فينا بيعزينا في غربتنا، بيصبرنا على الأنين والثقل اللي في الدنيا، بيهون علينا ضيقتنا الوقتية، وفي نفس الوقت بيركز أنظارنا على الحياة الأبدية، بيشوقنا للحياة اللي ما فيهاش هذا الجسد الضعيف بضيقاته وعجزه، إنما جسد ممجد يشوف المسيح بعينيه. الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. إذن حكمة إلهية إنه يسمح لنا نعيش في خيمة في زمان غربتنا على الأرض إلى أن نلتقي مع المسيح في الأبدية، وعشان يثبتنا في الغربة دي أعطانا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. يعني إيه؟ يقول إحنا دلوقتي الصورة واضحة بالنسبة لنا، فهمنا، آمنا، عرفنا. طول ما إحنا عايشين في هذا الجسد مستوطنين الجسد، يعني جعلنا هذا الجسد وطن لينا، احنا بالتالي غرب عن السماء، السماء مكان ربنا. لو قالوا لك تبدل جنسية بجنسية، تبدل الوطن الأرضي بالوطن السماوي، تتغرب عن الأرض وتستوطن السماء، تقول يا ريت، هتدوني جنسية سماوية؟ انت طول ما انت جنسيتك أرضية انت لسه ما شفتش السماء. مهما قربت من ربنا، اننا الان ننظر في مرآة ولكن حينئذ وجها لوجه، فانت ما شفتش السماء بجمالها. فنحن غرباء عن الرب. غرباء بمعنى ايه؟
ما شفناهوش عن قرب، ما تمتعناش بيه كفاية حتى لو أمنا بيه وبنحبه على الأرض، إنما بيننا وبينه مسافات كبيرة قوي. الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. يوحنا يقول كده، لأننا سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. معنى الكلام إيه؟ طول ما الواحد فينا محبوس في هذا الجسد، وطنه الجسد، وطنه الأرض، هو لسه غريب عن السماء. فلو قالوا له تسيب الأرض المفروض يفرح. ليه؟ هيبقى وطنه السماء ويبقى غريب عن الأرض. يعني لما واحد يسيب الدنيا أصبح غريب عن الدنيا، إنما بخته أصبح وطنه السماء، وطنه عند ربنا. فبيقول بدل احنا فهمنا طول ما احنا مستوطنون في الجسد متغربون عن الرب. ليه؟ لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. يعني علاقتنا بربنا علاقة ايمانية بغير المنظور، بنتعامل مع ربنا عن ثقة دون ان نراه، غير ناظرين الى الامور التي ترى. انما بقى كم وكم هتبقى العلاقة اجمل واقرب حين نراه وجها لوجه. فبيقول اللي بيحب ربنا وعنده ايمان بربنا النهاردة لما يقولوا له هتشوفه بعينينك وتقعد معاه الى الابد وتتمتع بيه وملائكته وقدسيه، يقول يا ريت. فبيقول نحن عالمون اننا وان كنا مستوطنين في الجسد متغربون عن الرب، لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان، نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. يبقى كل الثقة وكل الفرح أن احنا نترك هذا الجسد ونستوطن عند الرب. كل دي تعبيرات عن الشوق للحياة الأبدية، عبر عنها بتعبيرات جميلة. الغريب اللي راجع بلده، يعني ايه؟ احنا هنا ده وطننا للأسف، وطن احنا مش راضيين عنه، ما اقصدش مصر، اقصد هذا الجسد، الحياة الارضية. ولينا اشتياقات حطها فينا روح الله الى وطن سماوي، حياة ابدية، لا تعرف الخطية ولا الوجع ولا الحزن ولا. فعندنا اشتياق نروح. وطول ما احنا لسه في هذا الجسد غرباء نسبيا عن الرب. فنثق بالاولى ان نتغرب عن هذا الجسد. يعني امتى الواحد يخلع جسده؟ يبقى جسده غريب عنه. ويستوطن عند الرب، يبقى ربنا هو وطننا، تبقى السماء هي بقى أبديتنا ومكاننا. نفس التعبير اللي قاله عن الآباء الأوائل معلمنا بولس يقول عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سكنوا في خيام ما رضيوش ابنه. ليه؟ لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها هو الله. مع أن دول كانوا أغنياء جدا. لما إيه حكاية الخيمة؟ إيه سر الخيمة؟ سر الخيمة معناه ناس عندها إيمان حقيقي. الحياة الأرضية مؤقتة، وهذا الجسد الضعيف ما هو إلا فترة ترانزيت مؤقتة جدا، إنما في حياة أبدية هي اللي عليها كل المعول، وهي اللي فيها كل الفايدة. نثق ونصر بالأولى. يا ترى كم واحد فينا موضوع سرور ليه أن يتغرب عن الجسد واستوطن عند الرب؟ دي علامة من علامات المسيح الحقيقي، أن يكون مستعد للقاء المسيح للمجد، ومش مستعد عن خوف وعن رعب وعن لا، مستعد بفرح أن يتغرب عن الجسد واستوطن عند الرب. حد طاير؟ وبهذا الإيمان نودع الأحباء، وبهذا الإيمان ندخل على التجارب. نثق ونصر بالأولى، نتغرب عن هذا الجسد ونستوطن عند الرب. نفس المعنى اللي قاله الإصحاح الفات، لأنه إن كان إنساننا الخارج يفنى إيه؟ الداخل يتجدد يوما فيوما. بالإيمان نسلك لا بالعيان، دي قاعدة مهمة. طول ما احنا عايشين في هذا الجسد نحن لا يمكننا أن نعاين كل أمجاد الله. هذه العين الضعيفة لا تستطيع أن تتمتع بالملكوت. ده اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما كان بيكلم نيقوديموس، قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. المولود من الجسد جسد، ما يستحملش مجد السماء.
لازم ناخد أجساد ممجدة عشان نقعد في حضرة ربنا له المجد، نحتمل هذا البهاء وهذا المجد. فبالإيمان نسلك لا بالعياء. سلوكنا على الأرض كله مرتبط بكلمة الإيمان، أن نثق بما لا نرى، واللي نثق فيه ننتظره، الثقة بما يرجى. عندنا رجاء أبدية هتيجي ونشوف المسيح في مجده وتلاميذه ورسله وملائكته. نثق ونسرب الأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، برضو الآية تحير شوي، أن نكون مرضيين عنده. يعني إيه؟ يقول بقى يبقى اللي يشغلنا في كل الأحوال أن احنا نرضي ربنا عشان يبقى لنا نصيب معاه. فإن كنا ما زلنا في هذا الجسد مستوطنين كل غرضنا نكون مرضيين عنده عشان لما نخلع الجسد يبقى لنا نصيب معاه، أو متغربين عن الجسد. ما أنت قلت متغربين يعني هنخلع الجسد ونموت. لا، هنا عملية الغربة دي عملية اجتهادية كمان تاخد العمر كله. يعني إيه؟ يعني الآباء المستاك تغربوا عن الجسد وهم ما زالوا في الجسد. فاهمين المعنى؟ ليه؟ يأكلوا بحساب، يشربوا بحساب، يناموا بحساب، فيش ملذات أرضية. ليه؟ أنتوا غرب عن الدنيا؟ غرب بإرادتهم، على رجاء الغربة تكمل بخلع الجسد والاستيطان عند الرب. واضحة الفكرة؟ يعني إيه؟ يعني الغربة مش مجرد معنى هنوصل له في اليوم الأخير، إنما هو حياة نبتديها من النهاردة. لما تبقى أول حياة الواحد فينا وأخرها هو الأكل والشرب والنوم والأرض، طب ما يبقى هو عاوز الجسد ومستوطن في الجسد وماسك فيه وملوش غيره. إنما لما يعلن كل حين إنه غريب عن الجسد، لا يشارك الناس شهواتها، يترفع عن ملذات الدنيا، يصير غريبا عن الراحة الأرضية لأنه باصص على الراحة السماوية، أو كده يرضي ربنا أكتر. فبيقول إن كنا عايشين في الدنيا أو حتى بنخرج منها بجهاد روحي عشان نعيش الغربة، في كل الأحوال نسعى أن نكون مرضيين عنده. يعني في واحد يقول أنا مش قد الأصوام الطويلة، ماشي، بس برضو ما تخليش جسدك هو حياتك، خلي عينك على السماء وعلى رضا ربنا عشان يبقى لك نصيب معاه في السماء. في واحد يقول لا، ده أنا هصوم وهصفر وهتغرب تماما عن جسدي وطلباته. طوباك، بس أهم حاجة وانت بتعمل كده برضو تكون مرضيا عنده. فبيقول نحترس أيضا، مستوطنين كنا في الجسد أو حتى متغربين عنه، أن نكون مرضيين عنده. يبقى لو غصب عنك عايش في الجسد بتاكل وبتشرب وبتنام وماله، بس أهم حاجة رضا ربنا. ولو ترفعت عن احتياجات الجسد نسبيا بغربة بإرادتك الحلوة عشان ترضي ربنا، أهم حاجة تكون بتعمل الحاجات دي من أجل الله مش من أجل غرض آخر. واضحة الفكرة؟ يبقى الجزء ده علمنا حاجة مهمة، فكرة الغربة عن الجسد، لأنه لما الروح تفارق الجسد خلاص بقت بصة للجسد أنه غريب عنها، دلوقتي هي متحدة به. إنما هتيجي اللحظة روح الإنسان تتحرر وتخرج عن الجسد، يبقى الجسد ده غريب عنها. من هنا تبدأ الغربة، إنك تعيش بالروح مش تعيش بالجسد، من أجل الله ورضا الله. نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضين عنه، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. يعني في كل الأحوال حياتنا الجسدية اللي احنا فيها دي هي المحك الأساسي اللي ربنا هيحسبنا عليه ويسألنا عليه. جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد. يبقى حياتنا اليومين دول جوه الخيمة جوه الجسد،
هي دي اللي هتحدد المسار الأبدي. والجزء ده الآية دي تؤكد أن جهاد الإنسان له دور في خلاصه، وأن أعمال الإنسان تحدد مكانته في السماء، والأعمال لا تفارق الإيمان طبعا، إنما زي ما علمنا معلمنا يعقوب: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح. المرات القليلة اللي تقال كرسي المسيح، المسيح له المجد لما جاء على الأرض ما شفنالوش كرسي. ده يوم ملك رب المجد ملك على خشبة، الناس تملك على كرسي، كرسي عرش. إنما إحنا قدام الصليب نقول له عرشك يا الله، بنشاور على الصليب. عرشك هو ده العرش، هو ده الكرسي يا رب. كرسي كان على الأرض صليب، كله وجع وإهانات. إنما المسيح له المجد، له كرسي. بمعنى إيه؟ مش بالمعنى الحرفي، هو ملك الملوك. لكن ربنا يسوع له المجد مش عاوز يقعد على كرسي الدينونة أبدا لغاية النهاردة. لكن ده مش هيمنع مجيئه كديان. سنظهر أمام المسيح، أمام كرسي المسيح. في إنجيل متى 25 يقول إيه؟ لما يجي المسيح في مجده يجلس على كرسيه، ويقف الناس بقى كلها كده إيه، ويقول له دول تعالوا على اليمين ودول تعالوا على الشمال. معنى كده ربنا يسوع له المجد كأنه جه الدنيا بقى متهم بدلنا كلنا، وبقى دلوقتي شغال محامي عننا كلنا بروحه القدوس. إنما هياخد مكان القاضي يوما الديان. خلونا نستغل موقفنا النهاردة وإحنا عايشين في الدنيا، وموقف المسيح مننا له المجد بروحه كشفيع عنا، كمحامي عنا، عشان يشيل خطايانا وضعفاتنا ونمسك فيه قبل ما يجي اليوم اللي يقعد على الكرسي ديان للكل. ساعتها لو ما كنتش تائب هيبقى رصيدك من الخطايا ما يتشالش، لأنه دلوقتي جالس كديان. إنما لو كنت عايش حياة توبة رصيدك هيبقى من الأعمال الصالحة اللي عملتها بالإيمان وحب ربنا، هيقعد عند ربنا. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. طبعا كرسي المسيح تؤكد لاهوته، المسيح له المجد هو الديان. يقول في يوحنا 5: أعطى الدينونة كلها للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. فالمسيح له المجد هو الديان، لينال كل واحد ما كان بالجسد. يبقى حياة الانسان في جسده هي اللي تحدد مساره بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا. حياتك فيها خير وضعفاتك كنت بتتوب عنها اول باول، يا بختك حين تظهر امام كرسي المسيح تسمع احلى صوت: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل. أو تسمع الصوت الحلو: تعالوا يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم. إنما لو الحياة كلها شر، وحتى ما تبتش عن الشر اللي بتعمله، اسمع صوت صعب: بعدوا عني يا ملعين، لا أعرفكم. إذن معلمنا بولس هو عمال يكلمنا عن الثقة في الأبدية، والإيمان بحياة أخرى منتظرانا، والرجاء في جسد ممجد وبيت غير مصنوع بيد، بيت أبدي. نبهنا أنه في كرسي للمسيح وفي دينونة، فينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد إن كان خيرا أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب، يبقى خلي بالكم من نقطة مهمة. في بعض الناس تقول الإيمان ضد خوف ربنا، بالعكس ده الإيمان وخوف ربنا فضلتين يمشوا مع بعض. إذ نحن عالمون مخافة الرب، يعني إيه؟ طب أنت كنت عمال تكلمنا إن إحنا عايشين بالإيمان ونسلك بالإيمان وغير نظرين إلى أمور ترى بل إلى لا ترى. طب هل الإيمان ده خلى خوف ربنا يقل؟ بالعكس، ده الإيمان يخلي الخوف ربنا يزيد. اللي عنده إيمان لحظة الدينونة شايفها قدام عينه كل وقت. اللي عنده إيمان مجيء المسيح على السحاب مستنيه كل لحظة. اللي عنده إيمان اشتياقاته للأبدية ما تلغيش خوفه من ربنا، بالعكس تغذي خوفه من ربنا. فيبان واحد زي بولس الرسول يتحاشى كل خطأ، وليل ونهار بيخدم ويصلي ليه
عشان الحتة دي إيمانه قوي وخوفه من ربنا قوي، فيقول إذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. لأن بولس في دايما في معركة مع المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة اللي بيشوهوا صورته هو، واللي بينادوا بتعاليم غريبة. قال لهم عارفين احنا بنقنع الناس بإيه؟ مش بكلام خطابة وكلام حكمة إنسانية، إنما نقنع الناس بخوف ربنا، بسلوكنا، بحياتنا، بقدوتنا. بيقول كده إذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. ليه احنا مش بنقنع الناس بقى؟ لأن إيماننا ضعيف، ولأن خوف ربنا في حياتنا قليل. هو احنا لو بنخاف ربنا صح كنا نضيع أيام كده مننا وسنين عمرنا في اهتمامات زيادة بالدنيا؟ لا، خوف ربنا ضعيف. كنا نغلب بالسهل وما نحسش بجرم الخطية؟ لا طبعا الإيمان ضعيف. إنما لو نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. الشخص اللي بيخاف ربنا خوف مقدس، إيمانه قوي بالحياة الأبدية، صورة واضحة قدامه، وينتظر العيان في الأبدية، مقنع للناس. وعشان كده احنا ساعات نلجأ للكلام الكتير، والكلام ساعات ما يجيبش الناس. ساعات نملى الهوى كلام والدنيا كلام، وبعدين ناس قليلة اللي بتتغير. ليه؟ لأن فين خوف ربنا؟ لو واحد عنده خوف ربنا حقيقي وإيمان قوي كفيل أنه يقنع كل الناس اللي بتشوف. وأما الله فقد صرنا ظاهرين له. وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. يعني إيه؟ يعني من ناحية ربنا إحنا ما عندنا الشك أن ربنا شايف ده جوانا. يعني إحنا بنعمل الشغل ده قدام ربنا قبل أي حد، بنسلك في الحياة ظاهرين أمام الله. دايما يهمنا رأي ربنا مش رأي الناس، وربنا كاشف القلوب وفحص القلوب. فبيقول الله صرنا ظاهرين له. أما من ناحية الناس أرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. يعني هو بيكلم أهل كورنثوس بقى، هيدخل في عتاب لأن مش ورا معلمين كذبة وسابوا بولس المعلم الحقيقي. قال لهم حكموا ضمائركم كده، مين بيخاف ربنا أكتر؟ مين عنده إيمان مستقيم بلا غرض أكتر؟ حكموا ضمائركم لكي نظهر أمام ضمائركم بحقيقتنا. انتوا حكمتوا علينا ان احنا ناس مستغلين ولينا غرض ومحناش رسل ونحن أفاقين ومش كده. طيب بصوا، الحمد لله نحن ظاهرين أمام الله. يعني عاوز يقول أنا ضميري من ناحية ربنا مرتاح، أنا عارف أني بخدم بلا غرض، كل اللي يهمني أقف قدام ربنا. ياريت بس توصل لضمائركم، نحن قد صرنا ظاهرين له. وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. يجوز أن الناس تحكم على شخص تقي حكم خطأ، إنما لن يضطرب، لأن المهم عنده إيه؟ صرنا ظاهرين أمام الله. يعني كفاية أن ربنا شايف وعارف، دي المهمة. الناس عارفة مش عارفة مش مهم. في ناس ممكن الناس تحكم عليها أنها أبرار وقدام ربنا يكونوا أشرار، وفي ناس ممكن الدنيا تقول عليهم ناس وحشين ويبقوا أمام الله أبرار. المهم رأي ربنا. افرض احنا في محكمة وناس قاعدين في المحكمة متعاطفين مع المتهم، هو المهم رأي مين في الآخر؟ رأي الديان، رأي القاضي. فإذا كنا مشغولين برأي بعضنا البعض، احنا ممكن نكون بنضحك على بعض، وممكن نكون بنضيع بعض، وممكن واحد كويس الناس تشوفه وحش، وواحد وحش الناس تشوفه كويس. المهم هل صرنا ظاهرين أمام الله؟ لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. هل معنى أنه بيقول أتمنى أن ضمائركم تشهد لنا أنه مستني مديح منهم؟ أو هو عاوز الكلام ده عشان بس ياخد كرامة؟ إطلاق، لأنه عاوزهم يعرفوا الحق فين عشان ما يمشوش ولا تعاليم بطالة. ومن هنا بيقول لأننا لسنا نمدح أنفسنا
أيضا لديكم. يعني أنا عاوز يقول أنا مش بقول الكلام اللي فات عشان تقول يا سلام يا بولس وتمدحوني، أنا مش بقول كده عشان كده. لسنا نمدح أنفسنا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. يعني إيه؟ ففي ناس تقول بولس ده يعمل مشكلة إنه ساعات يتكلم عن نفسه وعن خدمته، ما تعودناش على كده. كل القديسين عمرهم ما بيتكلموا عن نفسه. حنا زابيل فم انشغل بالقضية دي وقال فيها وعظات كتير زمان. زمان ده يعني من 15 قرن، لأنه كان مغرم جدا من القديس بولس الرسول. فبيقول الراجل ده من كتر نقاوته ما كانش شايف في نفسه أبدا بر ذاتي ولا فضل، إنما كان بيدافع بشدة عن رسوليته وعن خدمته وعن كل عمل الله معاه دون أدنى إحساس بالكرامة الشخصية أو بالمجد البشري. ودي صعبة جدا، زي الواحد يفتخر دون أن يقع في الكبرياء أو التعالي أو الافتخار. ده من كتر النقاوت هو بيعملها بس عشان ولاده، عشان ولاده ما يتشككوش فيه، لأن لو شكوا فيه هيشكوا في التعاليم، هيمشوا في سكة غلط. فبيقول احنا مدين كنتوا فرصة تفتخروا بناحيتنا. يعني عاوز يقول كان المفروض تقولوا احنا فرحانين اللي بشرنا بولس الرسول، عرفنا الإيمان الصح من أحسن أبوابه، قابلنا المسيح في شخص معلمنا بولس الرسول، كنا نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا. مش احنا اللي بندور نفتخر بنفسنا ولا بندور على كرامة. كان الطبيعي ان انتوا تشكروا ربنا انه بعت لكم ناس من قبل، ومع هذا الافتخار هو لا يشعر بكرامة في ذاته زي ما هيبان في الكلام دلوقتي. طبعا النقاوة دي مش سهل حد يوصل لها، يعني لان في ناس بسهولة او تتكلم عن نفسها. لا، غالبا اللي بيتكلم عن نفسه بيكون وقع في احساس البر الذاتي مش شخصي. انما بولس كانت هنا الضرورة تحتم عليه يتكلم، لدرجة قدام شوية هيقول هقول وكأني بقيت غبي، هيقول كده انا افضل من الرسل. شوفوا بقى لما يجي يقول كلمة انا افضل، هيجي يقول يا جماعة اعتبروني بقيت غبي، لان في الحياة الروحية اللي يحس انه احسن من اللي حواليه ده غباء. فقال لهم بصوا استحملوني ولو كغبي، بس هقول لكم الحتة دي عشان تعرفوا الحق. بعد كده يقول لهم انا ولا حاجة، انا ما انا بل نعمة الله العاملة في. فيقول ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. يعني في ناس تفتخر كده وكده، يا ريت اللي يفتخر ده يفتخر عن حق، يا ريت اللي يفتخر يفتخر بنقاوة قلبه مش بمنظر من بره. فقال لهم انا بديكوا حاجة تردوا بيها على الناس اللي عندكم اللي عاملين فيها مناظر معلمين وهم يفتخرون بالوجه لا بالقلب. من جيل لجيل هناك من يفتخر بالوجه لا بالقلب ويحب ياخد منظر وكرامة، انما فاحص القلوب هو الله. مش شطارة من سيفتخر امام الله بنقاوة قلبه. مين اللي يفتخر انه عاش كإناء مختار كل عمله من اجل الله وحده، ملوش غلط في الدنيا. لكن في كل جيل بيطلع لنا ناس يفتخرون بالوجه. تعالوا نبقى زي بتوع كورنثوس، لنا جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. فاهمين المقصود ايه؟ هناك من يفتخر بالوجه مجرد المنظر بس، انما احنا بندور على من يفتخر بالقلب. لاننا ان صرنا مختلين فلله. يعني ايه؟ طبعا بولس اتقال عليه من ضمن التهم انه بقى ايه؟ مختل العقل. قال لهم صدقوني لو اتقال عليه مختل العقل رايح ربنا. يعني ايه ربنا؟ يعني انا بقيت شبه المسيح. ما هو اتقال على المسيح انه مختل. وبعدين كون الناس شافتني مختل وانا بعمل كل اللي بعمله من اجل الله، يبقى كل عملي راح لربنا لاني ما خدتش منه ادنى مقابل من الدنيا، ولا حتى كلمة شكر من الناس، ولا حتى كلمة كرامة من الناس. فان كنا مختلين فلله.
يعني لو واحد فيكم بيتعب في الخدمة في الآخر تطلع عليه كلام وحش قوي وهو أمين ونقي وبيجاهد وحب ربنا قوي، يا بختك كل خدمتك رايحة لربنا 100%، لأنك بدل ما تستوفي أجرك بكلمتين من الناس ده أنت خدت كلمتين بخيل. فإن كنا مختلين فلله. بعض القديسين فهموها على أنه لو وصلنا إلى الخلل اللي الناس شايفاه، الناس اتهمته بالخلل، قد يكون حبا فالله، ان احنا بنعمل حاجات في نظر الناس شغل مجانين، انما يمكن هو الشغل ده اللي يفرح ربنا. يعني الست ثاكبة الطيب، بعض التلاميذ يمكن قالوا عليها ايه شغل المجانين ده، واحدة تجيب قارورة 300 دينار تدلقها مرة واحدة كده تخلصها في يوم، شغل المجانين. ان كنا مختلين فايه فالله، تعجب ربنا دي. مش كل شغل المجانين يطلع وحش، إذا كان عن حب حقيقي، عن عشق لله، عن اشتياقات للسماء. إن كنا مختلين فلله. هو اللي يشوف واحد سايب الدنيا من مركز كبير قوي ورايح يدي نفسه لربنا كده ويتبهدل من أجل الله، ما الناس بتقول عليه إيه؟ مجنون. طب ومعرف إن كنا مختلين فلله. لما تبص في التاريخ وتلاقي واحد شهيد في عز شبابه، لسه متجوز او لسه خاطب او لسه شاب صغير او امير كبير زي ماري جرجس او، وداخل على الاستشهاد بفرح، بيقولوا عليه ايه؟ مجنون. ان كنا مختلين فلله. فاش حاجة دي عند ربنا حلوة دي. وان كنا عاقلين فلكم، يعني لو ربنا ادانا نعمة في عينيك وقلت صحيح منتهى العقل الراجل ده يبقى عشانكم، يعني لو حكمتوا علينا ان احنا عاقلين يبقى عشان تقبلوا كلامنا وتعالوا زينا، لو قلتوا علينا مجانين اهي اعدلنا عند ربنا. فهم في الله؟ ان كنا مختلين فلله، او كنا عاقلين فلكم. لو قبلتونا وقلتوا ده حاجه كلام حلو قوي، يبقى عاقلين في نظركم من اجلكم عشان انتوا تمشوا صح. اما لو مشيتوا غلط وحكمتوا علينا ان احنا مجانين، احنا على الاقل ما خسرناش حاجه، للأسف انتوا اللي هتخسر. إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم. عشان كده بعدها بصحح هيقول بصيت رديء بصيت حسن. احنا بنشتغل يعني بنخدم، طلعت علينا سمعة كويسة سمعة وحشة مش مهم، هنكمل. لأن محبة المسيح تحصرنا. ما هو سر هذا الخلل؟ الخلل أقصد يعني هذا الجنون. ما سر هذا الاندفاع؟ ما سر هذا الاشتياق للأبدية؟ ما سر نظرة بولس إلى جسده كخيمة عاوز يخلعها؟ ما سر تعبيراته العميقة عن أفراح الأبدية؟ ما سر حكاية الداخل يتجدد يوما في يوما؟ إيه سر العظمة دي كلها وسط كل الضغوط دي؟ يقول لأن محبة المسيح تحصرنا. واحد زي كده وسط الضغوط دي كلها كان لازم يقع، كان لازم ينهار، كان لازم يتكسر نفسيا، كان لازم الدنيا تطلم في وشه، انما هو وسط ده كله حاسس ان المسيح له المجد واخده في حضنه. تحصرنا زي تحاصرنا او تحتضننا، يعني هو وسط كل الضيقات دي والإحباطات، وولاده بيتسرقوا منه في كورنثوس، وتعاليم كذبة، واضطهادات من اليهود، واضطهادات من الرومان، ومشاكل في الخدمة كل يوم، وناس بتقع وتتراجع وترتد من اليهود. وسط ده كله يقول إيه؟ محبة المسيح تحصرنا. ربنا يسوع وسط ده كله واخدنا في حضنه وشايلنا شيل، محاوطنا بإيده مش حاسين بحاجة أبدا. يبقى اللي موصل بولس للقوة دي وللحماسة دي هو السر ده، انه حاسس بان المسيح له المجد بيحبه جدا، بيحب الكنيسة جدا، بيحب ولاده جدا. محبة المسيح تحصرنا دي مش معرفة عقلية، دي معرفة بالإحساس، حاسس بالدفء حضن ربنا يسوع له المجد. فنخليه قوي ومخليه يهتف لأننا في موكب نصرته على الدوام، وزي ما هيحصل برضه احنا منتصرين بربنا لأن محبة المسيح تحصرنا. دايما القديسين يعلمونا أول ما تيجي كلمة محبة المسيح يبان على طول أجمل مثل في محبة المسيح إيه؟ صليبه.
أول ما يفتكروا القديسين حب الله على طول يلمع في ذهنهم الصليب كشاهد أعظم عن الحب الإلهي. يقول إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد مات عن الجميع نيابة عن الكل، وكأنه صرف حكم الإعدام عننا كلنا، لأنه إله غير محدود أخذ جسد بشريتنا ومات عن الجميع، فكأن الجميع ماتوا من خلاله. فيعني كل واحد فينا بيصرفها لما نموت معاه في المعمودية ونقوم، لكن ربنا يسوع بموته فتح الباب ان الكل يسقط عنهم حكم الإعدام الأبدي بصليبه هو. نحن نحسب هذا، هو ده إيماننا، إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، الجميع إذن ماتوا، لأنه مات بالنيابة عنه، وهو مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام. أظنكم عارفين الفكرة دي، العقيدة المهمة دي. المسيح لما مات عشاننا، مات عشان يعمل بدل، قال أنا مت بدالك، انت بأخذ حياتي وعيش بيها، انت دلوقتي تعيش ليا مش تعيش لنفسك. قبل ما انا اموت كنت انت عايش لنفسك او للدنيا، بس بعد ما انا مت بدالك انا ليا حق عندك. قد اشتريتم بثمن، بدم بلا عيب، فانت دلوقتي ملك ربنا. يعيش الاحياء فيما بعد، بعد الصليب والفداء، بعد الايمان والمعمودية، يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. هي دي المسيحية. أنت مش مفروض تعيش لنفسك. سيب دي الواحد ما عرفش الصليب، ما أمنش وتعمد، ما خدش الحياة الجديدة بالروح القدس، ما بياخدش جسد ودم ربنا علامة عهده مع المسيح. لما يعيش لنفسه غلبان، إنما أنت تعيش لنفسك بعد كل اللي حصل ده وكأنك تنكر صليب المسيح له المجد والدم اللي اتدفع والعربون اللي جواك بتنكر ده كله، لما بعد ده كله بتعيش لنفسك عادي. طب واللي مات لأجلك ده وقام والدين اللي عليك ده كله، وربنا مش طالب دين يعني فلوس، ما هندفع ازاي، إنما طالب حياتك، طالب كل حياتك ملكه. فيقول نحن نحسب هذا إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، الجميع إذا مات، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسه بل للمسيح للذي مات من أجلهم وقام. السؤال لازم يشغل الواحد، إلى أي مدى أنا عايش لنفسي، وإلى أي مدى أنا عايش للذي مات من أجلي وقام؟ لو أنت عايش للذي مات لأجلك وقام، كل اللي هيسمح بيها تقبله، لأنه هو ملكك وانت ملكه يعني، وكل اللي بيقوله هتقول حاضر لأنه له حق عندك. إنما احنا للأسف لا لأنفسهم، دي عاوزة مراجعة. لما الواحد يعيش يهتم ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس، هذه كلها تطلبها الأمم، فكلام لناس لم تتمتع بالفداء، لم يحاصرها حب المسيح، لم يسرق في قلوبها إنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. دول اللي يعيش بنفسه وأصبع عنه، لكن احنا لا لأنفسنا بل للذي مات لأجله مقام. إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد. يعني إيه؟ يعني عمال يقول لنا حكاية الجسد والروح والمستوطن عند الجسد ونتغرب عن الجسد. يقول بصوا بقى من هنا ورايح، عرفنا مسار هذا الجسد وعرفنا المصير الأبدي اللي مستنينا. احنا بقى مش مديونين للجسد ده بحاجة، الجسد ده شوية تراب ما يستاهلش نعيش ناكل ونشرب عشان، مديونين للمسيح اللي هيدينا الأبدية. فبيقول نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد. يعني إيه؟ يعني الواحد يبص لنفسه مش كشخص جسداني عايز زي الناس بيأكل ويشرب ويلبس، لا، كشخص روحاني مديون بأبديته للمسيح، ملك ربنا زي ما ربنا عاوزه،
بيعمل مش زي ما الناس بتعمل، لأننا لا نعرف أحدا حسب الجسد. يعني تنطبق أولا على نظرة الواحد فينا على نفسه. أنت شايف نفسك إيه بعد ده كله؟ مجرد جسد يتشيك قدام الناس كده ويتباهى ويأكل ويشرب، ولا هتقول لنفسك أنا لا أعرفك يا نفسي حسب الجسد بعد اليوم؟ أنا هنكر عليك طلباتك الجسدية وهنتبه لطلباتك الروحية. عاوزك يا نفسي تجوعي وتعطشي للبر، كفاية جوع وعطش للأكل والشرب. عاوزك يا نفسي تشتهي تتزيني في عينين المسيح عريسك، بدل ما قاعدة تتزيني في عيون الناس بقالك سنين. لا نعرف أحدا حسب الجسد. في هنا نوع من القرار، توبة، اللي فيه تحول في الحياة، اهتمامات جديدة، مقاييس جديدة، مبادئ جديدة. وحتى في التعامل مع الناس لا نعرف أحدا حسب الجسد، مش هنبص على الناس إنها أجساد بتتحرك، إنما سننظر إلى الإنسان الداخلي في كل واحد. مش هنتعامل معهم كأجساد هتبقى تراب بعد كم سنة، إنما هنتعامل معهم كنفوس لينا اشتياق نتقابل كلنا في الملكوت مع المسيح له المجد. فعاوزين ننقذ النفوس، عاوزين ناخد الناس دي كلها السماء. فلا نعرفهم بعد حسب الجسد. لا هنقرا الدنيا بالفلوس ولا بالممتلكات ولا باللبس ولا بالزينة. في قراءة جديدة للحياة، للعلاقات، للاتجاهات والأهداف. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.